جيمي برضو واحنا بنتكلم خلينا نشوف برضو حظوظ النادي الاهلي في مباراه القطن الكاميروني في ظل الاجواء بقى اللي مجري دي بيتكلم عنها كلها. اكيد يا كابتن حظوظ كبيره، في فرق كبير جدا ما بين النادي الاهلي وما بين النادي القطن. اتفهم جدا ان ممكن كولر ينزل المباراه بيهاجم بشكل كبير، ولكن لابد ان هو يبقى حريص الى حد كبير برضو من القطن الكاميروني، لازم تدي له احترامه الكامل، لازم اللعيبه تفرق ما بين مباراه القطن في استاد السلام ومباراه القطن اللي جايه في الكاميرون، لازم اللعيبه برضو تكون عارفه ان هي مباراه تاهل ولازم تاخدها على مراحل، لازم تقسم اي مباراه، مش هينفع انك انت تنزل تبقى فاتح خطوطك بشكل كبير جدا من اول اللقاء عشان تبحث عن هدف، انت معاك 90 دقيقه تقدر تجيب الجول في اي لحظه، فلازم الاول تشوف القطن طريقه لعبه ازاي، لان طريقه لعب القطن تتعبك بشكل كبير، لعبه عشوائي برضو الى حد كبير جدا، انت مش عارف طول النهار ما بسمعش كلمه عشوائي حقيقه بالظبط، انت عندك فريق القطن لما لعب في استاد السلام لا ممكن تلاقي الجناح بيجري وبيقطم في مره فما فيش على فكره ده 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 ده, ده, ده بالنسبه للانديه المنظمه يعني. على ملعبه والدنيا شمس والدنيا والاجواء مش مهمه معاك، ده بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب جدا عليك لانك انت مش فاهم اللي قدامك ممكن يكون طريقه لعبه ازاي، بس النادي الاهلي عليه حاجات كتير جدا، اعتقد ان كولر ممكن يدخل عناصر ثانيه في التشكيل الاساسي، ممكن يعمل زي تغييرات في التشكيل الاساسي، هو عودنا دايما يكون في تبديلات وتغييرات، فاعتقد ان كولر عليه دلوقتي الجلسات النفسيه اكتر منها كمان فنيا بشكل كبير جدا، النفسيه انك انت تفوق اللعيبه ثاني وتديها دوافع من جديد، لعيبه الموسم لسه ما انتهاش زي ما مجدي بيقول، انت معاك لسه 90% من الحظوظ في التاهل للدور اللي جاي من ابطال افريقيا. منين 90%؟ لسه بص يا كابتن انت معاك كل الحظوظ بالنسبه لك انك تكسب الست نقاط، ما بلاش تندم في ثلاث نتائج هيحصلوا في ماتش صن داونز، في واحده من ثلاث نتائج هيحصلوا في ماتش صن داونز والهلال، منهم نتيجتين بتوعنا، منهم نتيجتين بتوعنا، بتوعنا نتيجتين فوز صن داونز او التعادل يفيدوا الاهلي، لكن ولكن ولكن الموضوع ما بقاش في ايدك، او لا ما بقاش في ايدك، انا اقدر اقول 90% امتى؟ لما اقول ان هو في ايدي، لكن اقدر اقول 3 4 5% 10% بس انت لازم هو بعيد عن ايدي، بس يا كابتن لازم تلعب على الفرصه بتاعتك انت بدل ما يحصل النتيجه لو 1% لو 0.5% لو 1 من 10% حلو عليه بالظبط، لكن انا بتكلم مش لدرجه نسبه 90%، تمام لازم نلعب نظري يعني طبعا لكن وجهه نظري، بس يا كابتن لازم نلعب على الفرصه، ما ينفعش ان احنا نفوت مباراه القطن، لان انت ممكن مباراه السبت خلينا متفقين صن داونز فريق قوي جدا، فريق كبير، فريق يقدر ان هو فريق اولا عايز ياخد صداره المجموعه، عايز يبعد تماما عن التصنيف الثاني في الدور المجموعات، الدور بقى اللي جاي عايز بقى في الدور الاقصائي ما يلعبش فريق واخد اول مجموعه، فاكيد عاوز ان هو يفوز بالمباراه بشكل كبير جدا، فالاهلي لازم يركز على مباراه القطن اولا، لازم يركز على قصه السرعات والفريق كبير جدا ما بين النادي الاهلي وما بين القطن، لازم وسط الملعب يكون في لعيب بيحركه بشكل اكبر هجوميا ويقدر يمد الهجوم بشكل اكبر، مش عايز ابقى اشوف في جاب كبير جدا ما بين وسط الملعب وبين الهجوم زي ما شفنا مباراه صن داونز، مش عايزين نشوف المساحات الكبيره قوي اولا في طريقتنا الهجوميه، ما يبقاش في مساحات كبيره، المساحات الدفاعيه فريق القطن اكيد مش صن داونز، حتى هجومه علينا مش هيكون زي هجوم فريق صن داونز بالكثافه وبالمهاره الفرديه اللي كانت كبيره جدا فريق صن داونز واللي بيتميز بيها طول عمره، عندهم مهارات فرديه بشكل اكبر، القطن مش هيقلقك قوي، فانت لازم انك انت اللي تكون متسيد المباراه، لازم تكون انت اللي مقسم المباراه، بمعنى اصح لازم انت تكون اللي بتدير اللقاء فنيا في الملعب، فكولر عليه الهدوء تماما، معاك 90 دقيقه تقدر تكسب فيهم، اكسب الثلاث نقاط، بعد كده كلنا هننتظر يوم السبت مباراه الهلال وصن داونز، ان شاء الله تكون النتيجه اللي بتفيد النادي الاهلي، مباراه بقى الهلال الاخيره هي خلاص، مباراه ان شاء الله مباراه التاهل، مش هتكسب عايز تتاهل مش هتكسب اثنين خلاص، انت يبقى عندك فرصه كبيره جدا مباراه 31 مارس قدام الهلال، مباراه التاهل انت اللي قدامك في ايدك، في حاله ان شاء الله يبقى في تعثر يوم السبت، لان الاهلي اكيد احنا كلنا دلوقتي عاوزين الاهلي يكسب الماتشين وعاوزين الاهلي يتاهل للدور القادم.